بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع كتاب الله وفي سورة الأنعام يقول ربنا سبحانه وتعالى في الرد أيضا على أحوال المشركين المجادلين للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى طلبهم أن يروا الملك الذي ينزل بالرسالة إليه وبالوحي إليه صلى الله عليه وسلم يقول ربنا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. الملك إذا نزل بهيئته أهلك وعذب، وحتى لا يكون كذلك فإنه سيدخل إلى دائرة هذا الكون المرئي فسيكون على هيئته، هيئة البشر، وحينئذ يفقد الطلب معناه. هم يريدون أن يروا الملك على هيئته وأن يستمعوا إليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن يحدث معه فيرى جبريل على هيئته ويستمع إليه. قال خرجت فرأيت جبريل يسد بأجنحته بين المشرق والمغرب. إذا كان جبريل سينزل لا لغرض الوحي ولا لغرض العذاب، فإنه إذا دخل دائرة الكون تحول إلى رجل، وحينئذ فما الذي استفادوه؟ لو أنهم رأوا ذلك الرجل فإنهم سيقولون إنه واحد غريب من أتباعك، كما يعني ليس هناك معجزة وليس هناك مخالفة ولا أي شيء، ويستمر التلبيس عليهم. والتلبيس صفة ذهنية للعقل سلبية ناقصة، وضدها الوضوح، الشفافية، العلم، الصدق. لأنه عندما تلبس بين أمرين فأنت تخلط بينهما ولا تعرف حقائق كل منهما وتتكلم بغير الحق، إذن فأنت تتكلم بغير الصدق ولا تكون بذلك واضحة، وتأخذ في اللف والدوران. فالتلبيس صفة للفكر المعوج، وضدها وهو الوضوح صفة للفكر المستقيم. وللبسنا عليهم ما يلبسون. إذن عندما يؤمن الإنسان إيمانا هادئا واضحا ناتجا عن برهان وعن دليل وعن حجة، فإنه يكون مطمئن القلب، وإنه يكون واضح الطريق. وإذا حدث للإنسان أثناء فكره خلط بين الأمور وتداخل ولبس، فإنه سيؤول به الحال إلى عدم الإيمان. إذن فعندنا طريق البرهان وطريق التلبيس. والتلبيس رده العلماء إلى جهة الشر، لأن الذي يلبس على الناس ويخفي عنهم الحقائق ويشوش عليهم الفكر المستقيم هو من قبيل الشر. فلما ألفوا أسموا كتبهم تلبيس إبليس، فإبليس
يلبس على الناس ويشوش عليهم الحقائق ويجعلهم غير قادرين على التفكير المستقيم. والتفكير المستقيم تفكير منطقي، لكنه أيضا يتعامل مع الحقائق لا مع الأوهام، ويتعامل ابتغاء الخير لا ابتغاء الشر، يريد أن يصل إلى الحق ولا يريد أن يصل إلى الشهوات والرغبات والانطباعات والمصالح الضيقة، فإن كل ذلك مما يسبب التلبيس على الإنسان. الهوى، الدنيا، كل هذه الأشياء هي طريق التلبيس، وأمرنا ربنا مرارا وتكرارا بالتصريح وبالتلميح، أمرنا بالبرهان والحجة والدليل واليقين، أمرنا بالتفكير المستقيم. وهذا أمر لا نجد الإلحاح فيه في كثير من الديانات والثقافات. الدعوة إلى العقل، والدعوة إلى الفكر المستقيم، والدعوة إلى البعد عن التلبيس، والبعد عن الهوى، والبعد عن المصالح الشخصية، والبعد عن المآلات غير المرضية. لماذا؟ لأن البرهان والدليل هو أساس هذا الدين، سواء في الإيمان سواء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام كلام نفيس لمن تأمله، وعندما افتقده كثير من الناس دخلوا في متاهات الفكر غير المنضبطة، لا ببرهان ولا بحجة ولا بدليل ولا بيقين ولا بوضوح ولا بعمارة لهذه الأرض ولا انحياز إلى الحق. ولذلك رأيناهم قد ركبوا كل مركب وتلاعبت بهم أمواج الفكر هنا وهناك، ولم يعد بذلك الفكر فكرا مستقيما.